بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعينا في قناه الهلال الفضائيه، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده الاسبوعيه من برنامجكم الاسبوعي ضربه حره. هذه الحلقه التي تاتي استثنائيه باعتبار انها اخر حلقه في عام 2021 قبل استشراق عام جديد، اتمنى ان يكون فيه خير كثير للشعب السوداني وللشعب الرياضي على وجه الخصوص، امنين ان يترحم كذلك وان يتقبل الله سبحانه وتعالى كل الذين ذهبوا في هذا العام من شهدائنا الكرام وكذلك من فقداء هذا الوطن العزيز على مستوى الثقافه والرياضه والاجتماع والفن. امنياتنا بان يكون عام ان شاء الله فيه كثير جديد للشعب السوداني وان تكون فيه الامال مشرقه وكذلك السعاده قد تكون على ابواب السودانيين بتحقيق الامل بالعمل دائما في كل المجالات. طبعا الحلقة استثنائية لأن بالأمس كان الاتصال مقطوع كذلك ولأشياء كثيرة، لكن إن شاء الله نقدم حلقة ترتقي لمستوى المشاهد الكريم والبداية ببعض الأخبار الرياضية المهمة في ضربة حرة. حيث واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته من خلال معسكره المقفول بالخرطوم وعلى ملعب استاد الهلال بأم درمان استعدادا لنهايات الأمم الأفريقية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني برهان تيا وطاقمه المعاون بقيادة محسن سيد المدرب العام في المنتخب الوطني والكابتن أحمد النور مدرب الحراس في المنتخب الوطني والدكتور عوض ياسين مدرب الأحمال في المنتخب الوطني، وذلك بتدريبات بدنية وفنية. وسيطر صقور الجديان أو سيطير صقور الجديان إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي خلال الساعات المقبلة القادمة لإقامة معسكر تحضيري خارجي قبل المشاركة في نهايات الأمم الأفريقية، حيث يخوض من خلاله المنتخب ثلاث مباريات خارجية أمام إثيوبيا وزيمبابوي وسيراليون. يمكن في هذا الخبر لو جينا لتفاصيل هذا الخبر نجد انه المنتخب الوطني واضح انه قرر ان يقيم معسكر في الكاميرون بعد التحضيرات البدنيه والفنيه التي قام بها برهان تيا ومحسن سيد واحمد النور مدرب الحراس وكذلك ايضا الخبير عوض ياسين. يمكن واحده من اهم النقاط في المنتخب الوطني وجود هذا الرجل عوض ياسين دكتور ورجل قدير في مجال العمل البدني ومستوى اللياقه البدنيه، يحمل شهادات على مستوى عالي ورجل يحب العمل دائما في صمت يعني، فأمنياتنا بالتوفيق هو والطاقم الموجود بقيادة الشيخ المدربين برهان تيا. وتبدو المهمة صعبة على برهان تيا خصوصا أنه عليه أن يخرج هؤلاء اللاعبين من الإحباط الذي يعني وصل إليه المنتخب الوطني من خلال مشاركته الأخيرة في البطولة العربية، وبالتالي يجب أن يرفع النسق النفسي للاعبين قبل الدخول في خضم هذه البطولة. المعسكر بالكاميرون يعتبر معسكر أراه جيد باعتبار أنه الكاميرون هي البلد التي تلعب فيها البطولة، وبالتالي حتى لا يكون هناك إرهاق للسفر لدولة لدولة أخرى يعتبر جيد المعسكر في الكاميرون من حيث الأجواء والتعود عليها. كذلك أيضا وجود منتخبات كثيرة معسكرة في الكاميرون يمكن أن يتبارى مع المنتخب الوطني. واضح الاختيار وقع على إثيوبيا أو الموافقة تمت من إثيوبيا وزيمبابوي وسيراليون وهي منتخبات مشاركة في البطولة. لو قارنا المنتخبات التي يقابلها المنتخب السوداني في المجموعة قد تكون المقارنة بعيدة، لا أقول معدومة لكن بعيدة، باعتبار أنه إذا قارنا إثيوبيا بمصر أو مثلا بنيجيريا سنجد مصر وإثيوبيا أو نيجيريا أعلى من إثيوبيا، وإن كانت كرة القدم الإثيوبية يمكن أن تقدم شيء للمنتخب الوطني باعتبار أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية وكذلك الكرة القصيرة السريعة الإثيوبية يمكن أن تقدم فائدة مقارنة بمصر ونيجيريا، وكذلك منتخب زيمبابوي وسيراليون لذان يمكن أن يقارن بمنتخب غينيا بيساو، وإن كان منتخب سيراليون منتخب محترم لديه إمكانيات كبيرة وأمنياتنا بالتوفيق في هذا المعسكر. في الخبر الثاني في ضربة حرة قال برهان تيا المدير الفني للمنتخب الوطني إن إعداد المنتخب الوطني يسير بصورة جيدة خلال المعسكر التحضيري هذه الأيام استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون مطلع العام المقبل. وأكد برهان أن المنتخب سيخوض مبارتين أمام إثيوبيا وزيمبابوي على التوالي، مؤكدا سعيهم الجاد لخوض مباراة ثالثة قبل انطلاقة البطولة، مبينا أن المباريات التحضيرية ستجهز عنصر المنتخب الوطني بشكل سليم وتدخل اللاعبين في فورمة المباريات. وأقر الشيخ المدربين بصعوبة مجموعة السودان التي تضم مصر ونيجيريا وغينيا بيساو واصفا منتخبات المجموعة بالأكثر جاهزية وذات مستوى عالي على مستوى البطولة، ولكنه عاد وأكد أن عزيمة الشباب والجدية والانضباط سيكون كلمة السر في البطولة،
وأوضحت هي أن الجميع داخل معسكر المنتخب يسعى لظهور مختلف عن المظهر الذي ظهر به المنتخب في الدوحة مؤخرا، معربا عن استعادته بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بالمنتخب خاصة لجنة المنتخبات الوطنية، موضحا أن إدارة الاتحاد وفرت كل معينات النجاح وذلت الصعاب وتقف على تحضيرات المنتخب، وهذا الأمر انعكس إيجابا على شكل المعسكر التحضيري. يعني حديث ايضا ممكن نقول تصريح موزون لكابتن برهان تيا بانه يعرف قيمه المنتخبات التي سيقابلها في هذه المجموعه، سواء كان المنتخب النيجيريا والمنتخب المصري او حتى غينيا بيساو، وعلو كعب هذه المنتخبات على المنتخبات الموجوده في بقيه المجموعات. ويمكن لا ادري هل حظ السودان دائما ما يكون عاثر في البطولات، باعتبار انه مع البطوله العربيه وقعنا في مجموعه فيها مصر والجزائر ولبنان وتلقينا فيها ثلاث خسائر، لكن الجزائر كانت بطلة وشهادة الجميع قيمة منتخب الجزائر، منتخب مصر الذي حقق المركز الرابع في البطولة، مستضيف البطولة منتخب القطري بطل آسيا، وهذا يؤكد صعوبة المجموعة التي كان فيها منتخب السودان في بطولة العرب. الآن السودان في نفس الوقت يقع في مجموعة أيضا فيها صعوبة وفيها أيضا يعني ترشيحات كبيرة لنيجيريا ومصر بالذهاب بعيدا في هذه البطولة حتى الفوز بالبطولة، وبالتالي أيضا مجموعة صعبة. غينيا بيساو نفسها التي خسرنا أمامها برباعية في مباراة كانت مؤلمة جدا في تصفيات كأس العالم، وكانت هي محور السقوط لمنتخبنا الوطني إن صح التعبير. عموما أمنياتنا بالتوفيق لصقور الجديان، ويبقى العمل الذي يقوم به برهان تيا واضح أنه يركز كثيرا على حماس اللاعبين وعلى كذلك الدفع المعنوي لهؤلاء اللاعبين وكذلك التحضير البدني والفني قبل مواجهة هذه المنتخبات من العيار الثقيل في مطلع يناير القادم. عقب تنفيذ معسكر إعدادي قصير بالعاصمة المصرية القاهرة، عادت للخرطوم أمس الأول بعثة فريق الكرة بنادي الهلال، فيما غادر الجهاز الفني بقيادة جواو موتا ومساعديه إلى أوروبا لقضاء عطلة أعياد الكريسماس برفقة أسرهم. فريق الكرة الذي نفذ عدد من التدريبات والمباريات الإعدادية من خلال معسكر القاهرة سيخلد بالراحة على أن يعاود التدريبات في 2 يناير المقبل. المدير الفني البرتغالي جواو موتا منح اللاعبين الذين خاضوا معسكر مصر راحة لمدة 8 أيام تنتهي في 2 يناير المقبل موعد استئناف التحضيرات تأهبا لمقابلة أو لمقبل الاستحقاقات المحلية والقارية. يمكن نقول معسكر التحضير الذي كان فيه فريق الهلال، طبعا الصورة الموجودة على الشاشة هي صور وصول بعثة الهلال للسودان، كان في استقبال مدير الكرة السيد إبراهيم سليمان. ويمكن هذا المعسكر التحضيري وجد يعني أريحية عند جمهور الهلال في 3 مباريات تحضيرية كما ذكرت، خصوصا المباراة الأخيرة على مصر المقاصة كان فيها يعني عمل تكتيكي واضح، ظهور ثمرة هذا المعسكر وإن كان مبدئيا باعتبار أن التحضير نفسه لا يكون حكم على أداء المباريات الرئيسية، لكن دائما ما يبقى التحضير هو المفتاح لظهور الفريق في الموسم بشكل جيد، رغم المنتخب فقد لاعبين المنتخب الوطني الذين كانوا في الدوحة والذين أيضا تم انضمامهم مؤخرا للمنتخب الوطني الذي اختاره برهان تيا، وبالتالي كان المنتخب أو الإعداد الهلال كان قصر على هؤلاء اللاعبين. طبعا الصورة لأبوجا وكذلك إبراهيم مصطفى اللاعب النيجيري الجديد في الهلال. بالتوفيق للهلال في المسابقات المحلية والقارية مع المدير الفني الجديد القديم جواو موتا الذي كان مساعدا لريكاردو فارمازينو. أكد الاتحاد العام لكرة القدم ضرورة التمديد بيع نادي الهلال لفترة محددة، جاء ذلك خلال اجتماع بين قادة مجلس إدارة الاتحاد ولجنة تطبيع النادي برئاسة هشام الصوباط عصر الخميس، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن في الهلال وسير عمل لجنة التطبيع ووضعها القانوني. ووافق أعضاء الاتحاد السوداني على طلب رئيس لجنة التطبيع بإجراء تعديل في تكوين اللجنة مع التأمين على إقامة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي والجمعية العمومية الانتخابية. هذا طبعا يعني صراع الكبار سيكون في الانتخابات القادمة، خصوصا بعد التجديد العضوية للسيد الأرباب صلاح إدريس، وكذلك الأخبار التي صعدت في الأيام السابقة عن عودة الكاردينال لخوض معركة الانتخابات مع وجود السيد هشام الصوباط الذي أيضا قد يسعى إلى رئاسة جديدة بعيدة عن لجنة التطبيع كجمعية عمومية قد تأتي به أيضا إلى رئاسة الهلال، وبالتالي عدد من الأسماء الأخرى، وهذا يعتبر كله يعني في إطار الديمقراطية في نادي الهلال والتنافس الكبير لرجالات الهلال للوصول إلى سدة الحكم، وفي النهاية أتمنى أن يصل الأصلح والأفضل والأكثر خيارا حتى يكون هو على سدة حكم نادي الهلال، وهذا طبعا بيد يعني إمكانيات الأعضاء الذين هم من سيختاروا من سيقود الهلال في الفترة القادمة.
التقى قدامى اللاعبين بقيادة الكوتش شوقي عبد العزيز والكابتن مصطفى النجر وطارق أحمد أدم وعدد كبير من اللاعبين بدار النادي مساء أمس برواد نادي الهلال، وتفاكروا حول قضايا النادي ودعم مسيرة النادي واستقراره وكيفية إعادة الحيوية والنشاط لدار النادي بالتواجد الدائم لرواد النادي من قدامى اللاعبين وأعضاء النادي. وأشاد قدامى اللاعبين برواد النادي لإحيائهم المستمر لمنتدى الرواد الثقافي الذي أعاد لمسرح كرومة حيويته وتاريخه، وقالوا سيشكلون حضورا مستمرا في دار النادي لأن نادي الهلال هو المكان الطبيعي لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي وهو بيت كل الأهلة. في ناحية أخرى أيضا دشن رواد نادي الهلال حملة نظافة الاستاد وأعمال النقاشة للمدرجات وكل جنبات الاستاد بمشاركة الروابط الهلالية، وتستمر الحملة حتى الانتهاء من النظافة وطلاء كل الاستاد بدءا من المدرجات والمداخل الرئيسية وأيضا خارج الاستاد. واضح أنه هناك يعني عمل هو دائما ما يسمى النادي بالنادي لأنه يجمع الناس على عمل الكثير من المبادرات المميزة، والنادي الهلال هو نادي للتربية ثقافي رياضي اجتماعي، وبالتالي هذا جزء من العمل الاجتماعي الذي نشاهده من خلال هذه الصور عبر ضربة حرة، وهم رواد النادي الذين قاموا بعملية النظافة في الاستاد وطلاء كذلك بعض الجنبات في ملعب الهلال، واجتمعوا كثيرا ليكونوا حاضرين في دار النادي لكثير من الانتفاف. لحديث أكثر حول هذا الموضوع سعيد أن يكون معي عبر خط الهاتف الكابتن الكبير ونجم الهلال التاريخي الكابتن شوقي عبد العزيز. مرحبا بك كابتن شوقي عبر قناة الهلال الفضائية في ضربة حرة. شكرا جزيلا أستاذ نذير، لك التحية ولكل من معك في قناة الهلال الفضائية وكل المشاهدين في هذا البطاير. طيب نعم، مرحبا بك كابتن شوقي، وبداية التقيتم أنتم كقدامى لاعبين مع الكابتن مصطفى النجر وطارق أحمد أدم الكابتن الكبير وعدد من النجوم الكبار بدار النادي برواد نادي الهلال، ما الذي جرى في هذا اللقاء وماذا يعني التقاء رواد النادي في نادي الهلال والمداومة على الوجود دائما في النادي في الفترة القادمة بإذن الله تعالى؟ طيب شكرا جزيلا، أنا حقيقة والله سعدت ما سمعته منك قبل شوية أنه برضو يعني الروابط قاموا بنظافة النادي والاستاد، وده يدل إلى حبهم لهذا الطرح وهذا الكيان، وده عمل طيب نحن نشيد به، ولو كان برضو كلمونا كان اشتركنا معهم في هذا العمل، لأنه قبل كده عندنا لاعبين قاموا ببناء استاد الهلال سنة 64 أمثال الراحل عيسى ذهب ويونس الله جابه وحملوا المونة على أكتافهم وبنوا نادي الهلال. يا سلام، استاد الهلال القديم قبل ما يتحول إلى جوهرة تطلع أخونا أشرف سيد أحمد الكاردينال. نعم، حقيقة كان الغرض إنه نحن يعني قدرنا مشينا راجعنا العضوية بتاعتنا وجددناها واستخرجناها من الكشف العام الذي فيه ما يقرب من 5000 عضو. نحن وجدنا عندنا حوالي 70 من الأقدام اللاعبين أسمائهم مسجلة، وعملنا التجديد، وكان في اتفاق على أساس يحصل يعني لقاء بيننا وبين الرواد وبحضور عضو مجلس الإدارة أخونا رامي، وهو يعني ماحت بهذا العمل، ولكن للأسف لم يحضر ولم يعني ينفذ ما التزم به، ودي عادته يعني للأسف. مجلس التطبيع ده دي المرة الثالثة يجتمعوا بينا ويوعدونا بأشياء وما بيلتزموا بلا بواحد في المية من الأشياء اللي بيلتزموا بها. الإهمال يا كابتن شوقي قصدك بالنسبة لقدام اللاعبين والرواد الهلال بشكل عام؟ لقدام اللاعبين الثاني بخصوص. نعم، فأنا بفتكر إنه الزول ما يبقى كذاب، العمل العام ده سواء بقى عمل عام أو رياضي لابد أن تكون صادق، والحاجة اللي بتقدر تعملها قل بعملها وأعملها، ما بتقدر تعملها ما تلتزم ولا توعد الناس بها، لأنه بيكون أثر عليم جدا لما يكون زول يوعدك بحاجة ويجي يحنس عن مواعيده وعن التزامه بالغياب والهروب من المقابلة. وحقيقة نحن والله ما مشحوتين على الهلال ولا داري منهم حاجة، بقدر ما انه نحن وجدنا فرصة طيبة نعمل توأمة رواد الهلال، وهم ديل اهم كيانين في النادي، الرواد وقدام اللاعبين الذين يمثلون دائما وابدا منذ اقدم العصور الحلقة والبرش والتواصل والمسرح، ونتمنى انه النادي ياخذ شكله كنادي فيه نادي أسرة، وعشان نقدر نحن ذاته نتواصل ونجيب أسرنا ونجي. وتواعدنا أيضا أنه يعني نعمل اجتماع شهري أول جمعة
اول شهر قدام اللاعبين يكون موجودين. وحقيقه الحمد لله حضر حوالي 33 كابتنا من كباتنة الهلال الذين لعبوا في سنوات مختلفه في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وكان لحضورهم ناقشنا مسائل كثير تختص بالنظام الاساسي والجمعيه العموميه وضروره وجود المقعدين الخاصين بين اللي كانوا موجودين ولا زالوا موجودين في النظام الاساسي لسنه 2008، وهو مقعد مقعدين قدام اللاعبين، واحد لكره القدم واحد للمناشط. لانه سمعنا ان هناك في اتجاه لسحب هذين المقعدين وانه قدام اللاعبين يكونوا اعضاء عاديين يكتب على اعضاء الاخرين، وده شيء غريب جدا. ضد النظام الاساسي يا كابتن. هاي ضد النظام الاساسي. هو يا اخي معقول يكون الزول اللي لعب ولبس الفانيلا وعرق وطلع دموع وطلع دم يكون زي فرد عادي؟ هو مفروض اللي لبس الفانيلا يكون رئيس النادي مش يكون عضو بس. ودي حتى احنا حنجيك فيها في بياننا، لانه الان صموليتو رئيس الاتحاد الكاميروني الخطيب رئيس الاهلي رئيس جورجيو رئيس ليبيريا رئيس الدوله مش كمان نعم. رئيس نعم. الاتحاد ولا رئيس نادي. لعبت الكوره فيهم قامات وفيهم دكاتره وفيهم مهندسين وفيهم اطباء. طيب طالما كانت على الموضوع ده كابتن شوقي، خلينا وعتابك قبل قليل لعضو مجلس اداره التطبيع الحاليه رامي كمال في الاهمال بما وعدكم به، ارجو ان تطرق لجزئيه مهمه وهي قصور قدامى لاعبي الهلال في دورهم في المجالس السابقه. هل هو من 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 قصور من قدامى لاعبي الهلال؟ كنت انت واحد من الناس الموجودين دائما في النادي والحاضرين والحاضر مع كل المجالس، حتى لو لم تكن عضوا كنت بالمشوره وبالانتقاد الجاد والحاد كما يعرف عنك دائما انك رجل شفاف، ام ان هذه الادارات تهمي قدامى اللاعبين كما ذكرت انفا؟ لغاية آخر مجلس كل المجالس السابقة كانت ملتزمة بهذا القرار، بدليل أنه آخر مجلس يعطونا أشرف سيد أحمد الكاردينال كان فيه الراحل زوبير ممثل قدامنا، وخذنا أفكار ممثل للمناشط. ولو رجعت لورا أحمد آدم وفوزي المرضي وعثمان الدين من زمن عثمان الدين الله يرحمه وكان بيمثل نصر الدين عباس جكسة كانوا أعضاء في مجالس الإدارات وفي الغالب كانوا بيمسكوا مدير الكورة كمان. ولكن احنا بحمده تعالى والله كان العزاء لنا في اخوتنا الرواد الذين استقبلونا استقبال يليق بعظمه الهلال يا سلام وحبهم لنا واكرمونا استضافونا، وهذا استقبال مستحق يا كابتن شوقي. ودونا ترحيل كثر خيرهم من جيوبهم جزاهم الله خير وصورنا معاهم في المسرح وان شاء الله نحن نتواصل وحنكون حضورا في النادي معاهم ونكون متحدين مع بعض من اجل الهلال الذي يشرفنا جميعا. نعم، وجود 33 كابتن من كباتن لاعبي الهلال السابقين وقدام اللاعبين من جملة 70 لاعب ضمن قدام اللاعبين في البوتغة الكاملة لقدام اللاعبين، هل هذا يعني أنه إن شاء الله هذا الحراك سيكون مستمر أم أنه حراك ما قبل الانتخابات فقط كابتن شوقي؟ كلم بصراحة. نعم ده شيء واجب لازم يعني نحن لنا وجود ولا تستبعد نحن لو شعرنا بأنه والله الهلال محتاج لنا بنترشح لرئاسة نادي. عندنا أكثر من لاعب، دكتور علي كريم، دكتور عمر النجي، دكتور احمد دولة، انا شخص ضعيف، احمد ادم الباشمهندس، عندنا قامات، عندنا محمد حسين كنسله، دكتور محمد حسين كنسله في الامارات، اكثر من 10 لهم شهادات، اخونا الساده القانوني مهندس مهندس والطبيب طبيب والعنده بيت شيدي عنده والعنده بكناريوس عنده، نحن ما الحمد لله ما سهلين وفي امكاننا ندير الهلال ده يعني لو دارين 9 دورات الهلال ممكن يديروا الهلال احسن اداره. نعم كابتن شوقي عبد العزيز، هل لقدام اللاعبين منحة معين في الانتخابات القادمه ام انهم فقط مع من يعني يستطيع ان يقدم لكيان الهلال؟ هل في تجمع لقدام اللاعبين نحو خط معين في الانتخابات القادمه ام لسه الرؤيه غير واضحه لدى قدام اللاعبين؟ انا اتكلم بصراحه. الرؤيه غير واضحه، ما معروف اللي حيترشحوا منو وعلى ضوء بعد ذلك بنقرر، ونحن حقيقه ما بيشترونا بقروش اكيد طبعا بعض الاعضاء وكذا. احنا الدول اللي بيقدرنا وبيحترمنا وبيقدم لنا المساعده تلقائيا من تلقاء نفسه بدون من ولا عزاء، نعم احنا ده بنحطه في حدق العيون وممكن اذا ترشح بنديه اصوات. جميل. لكن اذا زول بيفتكر انه هو يعني دار يشترينا عشان نصوت له دي ما بيلقاها فينا. جميل. اذا شعرنا بانه الامور معنا بندي الزول حريه، اي زول يخش الدار يدي ما بنلزم زول بانه يدي منه، هو وجهه نظره اذا كانوا المرشحين متعددين وكل ذول عنده راي في شخص ما معروف اللي حيجي منه يترشح، اذا شعرنا بانه والله المترشحين ما في قامه الهلال
سننبري لهذا الامر وسنترشح نحن لاداره نادي الهلال. طيب كابتن شوقي، تتفق معي اخيرا بانه لما تلقى 70 لاعب فقط من قدامى لاعبي الهلال قد يحسبوا بالالاف ان لم يكونوا عشرات الالاف من اللاعبين الذين مروا في النادي من عام 30 الى هذه اللحظه، فقط عندهم عضويه 70 لاعب، ده ما بتراه انه جزء من القصور من قدام اللاعبين او من الاداره في جذب قدام اللاعبين يعني يكسب العضويه؟ ممكن لو عدد كان اكبر ممكن كان يغيروا مسار الانتخابات كما يريدون يعني مثلا. صحيح صحيح. وشوف حقيقه احنا لو اتحصروا كل ما نحن كره القدم بس المناشط، انت زي ما قلت لو رجعنا الاف مؤلفه مضت، لكن فيهم من قضى نحبه ربنا يرحمه، من ينتظروا فيهم من برا السودان، فيهم من انزوى عن النادي لمرارة شخصية أو عدم احترام النادي يعني مثلا، أو التزموا خاصة من الشباب الجديدين اللي لعبوا في 2000 وال 2010 للأسف ما مسجلين عضوية معانا، يعني بعيدين مننا ما أعرف ليه. الناس الحريصين هم القدام الأسفل الأقدمية، ما أعرف هل دي لأنه زمان لعبوا بولاء ويخلصوا بدون مقابل، ديل حتى بيلعبوا بالمال بالقروش الكثيرة، فده الفرق بيننا وبينهم. لكن أقلاه من قدام لاعبين لمناشط موجودين في العاصمة لا يقل عن 400. نعم. لو كلهم كانوا جو ده المينيم، الحد الأدنى يعني، ده الحد الأدنى يعني في المتوسط يعني. لو كان جو وسجل عضويتهم كان بيكون عددنا معتبر. نحن برانا الحاصرين كمنتدمين في التجمع ما يقرب من 120 كرة قدم، 120. لكن يعني في ناس ما لحقوا التسجيل بتاع العضويه، وفي ناس بعيدين، وفي ناس ما مهتمين بهذا الامر. فان شاء الله يعني بكلامنا معاكم ده يسمعوا ويجونا ونجي، وان شاء الله في المره القادمه نسجلهم ونكتسب عضويه كبيره جدا تليق بمن لعب في هذا الهلال العظيم. نعم. شكرا لك كابتن شوقي عبد العزيز، اللاعب التاريخي في نادي الهلال وكذلك عضو نادي الهلال وأحد قيادات قدام اللاعبين في نادي الهلال. نتمنى أن يكون لكم جسم كبير بقيمة هذه المكان الكبير لقدام اللاعبين، وأن يكون لكم دور فاعل كذلك في النادي حتى في غير العملية الانتخابية. شكرا كابتن شوقي عبد العزيز على هذه المداخلة، هذه الإفادات حول رواد النادي وما قدموه في الأيام السابقة والحركة الدؤوبة في نادي الهلال هذه الأيام قبل الجمعية العمومية القادمة بإذن الله تعالى.